طيب واحنا بنحتفل ببطوله الدوري مهم جدا نطمن على فريقنا اللي عنده مباراه النهارده امام فريق مصر المقاصه الساعه 8 بالليل باذن الله تعالى من خلال استاد القاهره الدولي. عشان كده خلينا سريعا نروح لزملائنا الاعزاء الشريف شعبان من مقر اقامه الفريق قبل التحرك لملعب المباراه، وايضا كريم احمد الموجود في استاد القاهره الدولي اللي هيستضيف هذه المباراه. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك امير، مليون مبروك امير، مليون مبروك لكريم، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي الدوري ال 42، مليون مبروك دوري عزيز دوري غالي، وباذن الله يا رب باذن الله باذن الله يكون البطوله الجايه هي البطوله الافريقيه البطوله رقم 9 للنادي الاهلي يا رب باذن الله. يا كريم اهلا بيك منورنا. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، مبروك ليك واكيد بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي لقب مهم وكبير، وان شاء الله القادم يكون افضل وكل انتصارات لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شريف عايز ابتدي من خلالك واعرف كواليس احتفال لاعبي النادي الاهلي ببطوله الدوري بعد حسمها بشكل رسمي بالامس، احكي لي الكواليس كده والاجواء عندك ايه؟ خليني اقول لك، يمكن بعد التمرين بالامس اللي كان في الخامسه مساء كان مقرر للعشاء في فندق الاقامه اللي موجود في التجمع الخامس يكون الساعه 7:30 علشان خاطر تقدر اللعيبه تتفرج على المباراه في غرفهم، ولكن يمكن الغرفه المخصصه للعلاج الطبيعي للجلسات، تعرف قبل اي ماتش في ليله المعسكر بيبقى في غرفه مخصصه للتدليك، اي حد محتاج ياخد علاج يدلك مساج اي حاجه بيبقى موجود غرفه مخصصه لهذه القصص كلها، فكان موجود حوالي 7-8 لاعبين 9 لاعبين بكثير جدا يعملوا هذه الاجراءات. وطبعا كانت مباراه اسوان والزمالك بالامس بعد انتهاء المباراه فوز اسوان بهدف مقابل لا شيء وتتويج النادي الاهلي رسميا، يمكن احتفلت ال7-8 لاعبين فقط لا غير دون باقي زملائهم لان باقي الزملاء كلهم كانوا في غرف الملابس. طبعا يمكن احتفال يمكن ما استمرش حوالي 3-4 دقائق، انت عارف ليله المباراه بيبقى في تركيز كامل جدا للاعبي النادي الاهلي والتعليمات طبعا من مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ بتاجيل كل الاحتفالات الى بعد مباراة المقصة، وبالفعل طبعا امتثل اللاعبين بعد ما عبروا عن فرحتهم في 3-4 دقائق بالكثير جدا، ويمكن نزل الفيديو على السوشيال ميديا واعجب كل جماهير النادي الاهلي، فرحه حلوه امير أكيد. والانتصارات كويسه والنادي الاهلي دايما على طول في الصداره ودايما على طول بيمتاز بحصد الالقاب، مليون مبروك. وده يعني كان القصه باختصار من غير ولا تزويق كلام ولا زياده كلام، دي القصه باختصار. النهارده يوم النادي الاهلي بدا صباحا يمكن كان في الثامنة مساء من 8-9:30 كان الفطار، الغداء كان الساعة 1:15 ويمكن منذ قليل انتهت وجبة الاسناكس كانت 5:15، يمكن احنا في انتظار المحاضرة اللي هتكون الساعة 6:05 وفايلر هيعلن فيها التشكيل اللي هيبدأ بيه مباراة المقصة. امبارح كنت في تمرين امبارح جرب كذا حاجة، لعب فرودين شوية لعب فرود شوية، امبارح جرب كذا حاجة في المباراة، هيستقر على ايه؟ هنعرف بعد المحاضرة اللي هتكون 6:05 والتحرك هيكون 6:10 إلى استاد القاهرة، المسافة ربع ساعة تلت ساعة بكتير، ويكون الاهلي وصل الى استاد القاهره لمباراه طبعا مباراه المقصه، مباراه قويه جدا مباراه صعبه جدا. اتكلمت النهارده مع الكابتن سيد مع الكابتن سامي قمصان اكدوا على صعوبه هذه المباراه ونقلوا الكلام ده طبعا للاعبي فريق النادي الاهلي في وجبه الغداء ووجبه الاسناكس، ما تستهتروش في الماتش ولازم من اول دقيقه نستغل فوزنا بالتتويج ونقدم عرض يليق باسم النادي الاهلي ونفرح كل جماهيرنا النهارده باذن الله. هرجع لك تاني يا شيف، بس عايز اروح لكريم احمد واساله عن اخر التجهيزات لاستضافه بطل الدوري النهارده في استاد القاهرة الدولي، واستعدادات كمان الخاصة بالممر الشرفي اللي هيقوم بيه لاعبي مصر المقاصة، وهي لفتة طيبة جدا منهم في الحقيقة، وكان طلب وجهوه لاتحاد الكرة وتم الموافقة عليه، لكن قول لي كل الكواليس اللي عندك بخصوص استضافة الفريق النهاردة في استاد القاهرة يا كريم. ببارك لك مره ثانيه يا زميلي امير طبعا، وببارك لكل جمهور النادي الاهلي. موسم صعب يعني، مش معنى النادي الاهلي قدر ان هو يحسم الموسم قبل 7 أسابيع ده نقدر نقول الموسم ضعيف، بالعكس لكن الموسم صعب جدا، تلاحم كبير للمباريات، هو دي لعيبه النادي الاهلي وهو ده شخصيه النادي الاهلي اللي بناكد عليها كل مره، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. النهارده طبعا اجواء كالعاده بالنسبه للمباريات، الاهلي والمقصه هي مباراه نقدر نقول مباراه شرفيه، مباراه تحصيل حاصل لفريق النادي الاهلي، لكن مع الفوز والتتويج الامر بيكون مختلف خالص مع اللاعبين ومع جمهور النادي الاهلي. انا عايز كمان احيي طبعا يعني نادي المقاصه طبعا برئاسه اللواء محمد عبد السلام على اللفته الرائعه والطيبه جدا طبعا، مجرد النادي الاهلي امس يعني اعلن ان هو بطل الدوري 42، يعني خلاص كان في اتصالات سريعه مع مسؤول اتحاد الكره وتم بالفعل اخذ موافقه على ممر شرفي للنادي الاهلي، يعني حاجات بقى كلها بنشوفها في اوروبا.
ليه عايزين نروح تبقى كده، مهما اي حد يكسب لازم يكون في تقدير ليه، وبالفعل النادي الاهلي يستحق كل التحيه والتقدير على المجهود الكبير اللي قام به خلال الموسم الحالي. فالنهارده كمان اكيد الممر الشرفي هيكون في بدايه المباراه لفته طيبه ورائعه، وحابين ان احنا نوجه كل التحيه طبعا لنادي مصر المقاصه برئاسه طبعا اللواء محمد عبد السلام. الاجواء هنا طبعا كالعاده زميلي امير اجواء رائعه ومميزه، اجواء احتفاليه طبعا، يعني الكل بيجهز لاحتفاليه ان شاء الله النهارده عقب انتهاء هذه المباراه. كالعاده طبعا مباراه اليوم تنظيما للنادي الاهلي، الامور كلها بتكون ماشيه بشكل رائع وطيب جدا، سواء للاجراءات الدخول، الاجراءات الاحترازيه والوقائيه. وعلى ذكر الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، يعني في تشديدات كبيره جدا سواء للاعبي النادي الاهلي او هنا كمان طبعا، مع الحاله اللي كانت فيها علي لطفي وديفيد سيزا طبعا اللي بيتمناه كل الشفاء ان شاء الله ويعودوا سريعا باذن الله خلال الايام القادمه. في تشديدات كبيره جدا، يمكن مستر فايلر اجتمع بلعيبه النادي الاهلي واكد على لابد يكون في الالتزام بكل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه بشكل كبير جدا، مش عايزين نفقد اي عدد من اللاعبين خلال المرحله القادمه تحديدا في البطوله الافريقيه. الحلم الكبير خلاص انتهت بطوله الدوري العام النهارده مع مباراة اليوم او قبل خلاص مباراة اليوم، لكن هو الهدف الاكبر مباراة البطولة الافريقية، فالتأكيد كان مهم جدا لكل لعيبة النادي الاهلي، وبنتمنى ان شاء الله كل اللعيبة تلتزم داخل المدرجات او داخل استاد مختار التتش وايضا كمان خارج استاد مختار التتش. الحمد لله امير كل الاجواء هنا رائعة ومميزة، وباذن الله النهارده بقى عقب انتهاء المباراة يكون لنا بقى لقاءات مع لعيبة النادي الاهلي نبارك لهم ونفرح كلنا النادي الاهلي السند والدعم الحقيقي، السند والدعم الحقيقي ان شاء الله لفريق النادي الاهلي سواء في بطولة الدوري العام او البطولة الافريقية. أنا بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، مراسل قناة الأهلي والمتواجد في استاد القاهرة اللي هستضيف هذه المباراة، وأيضا بشكر زميلنا العزيز شريف شعبان مرافق الفريق في مقر الإقامة قبل التحرك لمباراة اليوم، قالوا لنا كل التفاصيل اللي تتعلق بكواليس النادي الأهلي والاحتفالات كمان في مقر الإقامة تحديدا.